انت مين بقى؟ انا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه. حياكم الله جميعا يا اخوه، وطلبتم ما طاب صيامكم ومشاكم وتبوأتم من الجنه منزله. واسال الله العظيم كما جمعنا في هذا المكان ان شاء الله تكون على طاعته وعلى صحبه صالحه باذن الله تعالى، ان يجمعنا في الاخره في جنته ومستقر رحمته، انه ولي ذلك والقادر عليه. انا اقولكم في الله احمد محمد مبروك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احمد العمل العمل شغلي صيدلاني في مركز الشمال الصحي. جزاك الله. واخوكم في الله يعني. جزاك الله. وداعية تحت الانشاء. نعم. وداعية تحت الانشاء. ربنا جعلنا كلنا دعاية للخير. لتكن منكم أمة مسلمة للخير. نعم. عدوا المجد اللي جنبك. الله يحفظك. اخوكم نزار عبد الرحمن. يا مرحبا يا مرحبا. اكون مصطفى حمزه بشتغل في شركه الجيده للسيارات. يا مرحبا. صغير لازم تقول اسمك. لازم تقول اسمك. خلاص خلي عدي. لازم تقول اسمك ومدرستك. هو الله يبارك لك فيه. اكون في الله احمد عبد الحليم. انا بشتغل مهندس مدني في هيئه المواصلات المحليه. يا مرحبا. انا من افضل الاخوه ونعم الاخوه والله. يا مرحبتين. نحسبه في عون الاخوه. ما يتاخرش دايما عن اي حد. باشمهندس احمد من الاصدقاء القدماء. الله يبارك. اخوكم سيد سراج مصمم جرافيك واحسن عمل. يا مرحبتين. كان في رف قديما وربنا يسر له الحال يا رب. بعد ما فضت رف حاليا بيبحث عن عمل يعني. الله يبارك. اخوه ونعم الاخوه برضه. الله يسر القدماء يعني. الله يبارك. الله يحفظكم. أخوكم عاشور العزومي مهندس شركة الجلام والمطار. يا مرحبتين. شرفنا بيك. مهندس عاشور يعني راجل من الناس المحترمين في الشارع. يا مرحبتين بيك. شرفنا بيك. كان أول أضحية أضحى في حياتي عيد الأضحى اللي فات كان على إيد الأستاذ. بس جبتنا منها؟ على إيد الأستاذ عاشور. بس عطتنا منها الأضحية؟ ليش تقول يعني؟ الحين عملت مشكلة. جزاك الله خير. شرفنا بيك. الشيخ سيد والدنا واستاذنا وشيخنا ومعلمنا صاحب الافضال علينا وعلى اهل الشمال ان شاء الله جميعا. شيخنا اخوكم في الله عادل نافع اعمل في مدارس الفرقان. يا مرحبتين يا شيخ علي. اول مره احنا نسمع الاسم اول مره اشوفه الحين، مع ان احنا من بلد واحده ومن شارع واحد بس ما عرفنا الحين بعرفه بنفسي. جزاك الله خير. انا اسمع الاسم بس ما تلقينا بس شرفنا بك يا استاذ علي. اخوكم حاتم شعبان مدرس رياضيات في معروف الطرف. يا مرحبتين شرفنا بك. يا مرحبا شرفتنا والله نورتنا يا ابو هناء. تفضل. اخوكم ابراهيم مصطفى. لا سلم. اخوكم فتحي السيد من مصر. فتحي السيد فتحي والستنين السيد. نعم. لا مش تركيب. عشان مدرس رياضيات. مش تركيب. لا مش تركيب يعني مش اسمي تركيب انا. اسمه فتحي. فتحي السيد بدوي من مصر من السنبلاويه. احنا اهل السنه يا عم ما لناش دعوه بالكلام ده. لسه من سوق السمك تحديدا. طب العمل فين؟ العمل في وظيفه البلديه. طيب يا مرحبا. بس كده؟ بس البلديه. بس الاموال. هو انت اللي يعني. جزاك الله. مرحبا شيخ فتحي. كلنا لا يا شيخ فتحي. كله نفس الاخر. جزاك الله. اخوكم ابراهيم مصطفى محاسب في الدوحه. شرفنا بيك. مرحبا شيخ ابراهيم. ربنا يعيش هذا عيشك. ابويا اسمه فتحي الله يرحمه. هو الحاج فتحي وبدوي تاجر سمك في السنبلاويه. هو بقى اتمنى كان اخوكم وحيد صلاح اخر العنقود بس ما طلعش اخر العنقود. رئيس مجلس اداره مقبره في الظروف. رئيس مجلس اداره مقبره في الظروف. ايوه يلا خش. فتحي رئيس مقابل الرئيس والشيخ موحي رئيس مقابل الرئيس. تغسيل غسل ومطوى كله. يلا عم سيد. اخوكم في الله سيد حسين محمد الشهير بسيد ابو شادي. سيد حسين محمد الشهرة سيد ابو شادي. العمل فين؟ محافظة بني سويف. محاسب. ما شاء الله يا سيد. من محافظة ميدوب. خلاص بقى خل وقت خلص. لا لا مخلص يعني انت لازم تغسل وتعمل وانا ما اخدش حقي. انا
ابدا خش. اخوكم عبد الرحمن السيد. ما شاء الله. تشرفنا يا عم. اخوكم ماجد فتحي فتحي السيد محمد بدوي. خلاص يا عم ما كويس. اخوكم عبد الرحمن السيد عثمان. عبد الرحمن السيد عثمان شرف مركز ضيوف قطر للتاريخ الاسلامي. ترى من الشيخ سيد عثمان ولا تشابه الاسامي؟ لا رقم خير رقم. لكم الوالد الغالي. ان شاء الله. شرفت الشيخ عبد الرحمن الان ضيف هنا رئيسة ضيوف قطر في ضيوف الشمال. طيب. يعني مش في قطر يعني. لا. صح. احنا البحرين هنا مدينة الشمال. هتخش قطر. هتدخلنا. قصة دي ما طلعش في المونتاج. مدينة بحر. مدينة قبرص. الحمد لله محمد فتحي العينع. شغال في مؤسسة عيد الخيرية مركز عيد الثقافي. زوج بنت الشيخ سيد عثمان. يا مرحبا. يا شيخ محمد كان عندي استفسار. ما خلص شعبان بقى. حضرتك قريب من قارة دي عنا؟ بنعمل بقى. ما شاء الله. الحين بقى مش هسيبك لما نسمع مقطع. انا اول مره احط نفسك. مرضت ناس. طيب شعبان. اخوكم بالله شعبان بومة محمد من ساكن اسكندرية واصلا من البحيرة محافظة البحيرة. شغال هنا في وزارة الاوقاف. شغال هنا في وزارة الاوقاف. ولا رئيس مجلس درجة حالاتي. في الدرع عادي. يا مرحبا شيخ شعبان. مرحبا بيك. شرفت والله شيخ شعبان. ربنا يكتبلك الخطوات يا رب. شرفت الجميع وشرفتونا خطواتكم عزيزة وغالية والله. رفعتم قدرنا وشرفتونا وروتونا والله. نحن لا نستحق ولكن انتم يعني اهل فضل. نستحق كل خير يا شيخ احمد. الله يبارك فيك. ربنا يجمعنا اياكم مع طاعته دائما ويجمعنا في جنته. مستقبل رحمتي الله ولي ذلك والقدر عليه وده مبتغى كل مؤمن. جزاك الله خير. جزاك الله خير.